ثم عرف مقر جمعيه امل سالها واحد النشاط هو تتويج لواحد الحصيله ديال الاحسان عمومي قامت بها الجمعيه بمناسبه ديال زلزال الحوز. وديك الهبه التضامنيه اللي شفتي واللي قاموا بها المغاربه مالكا وشعبا كانت واحد ثوره انسانيه اجتماعيه، يعني الا بغيتي تقول كانت ثوره مالك وشعب في الانسانيه الجديده. حنا جزء من هذا المجتمع المدني اللي قام بمجموعه من الانشطه، وبحكم ان عندنا المنفعه العامه درنا واحد عمليه احسان عمومي اللي طلبنا الدعم ديال شركاء سواء محليين او دوليين. اداره الجمارك مشكوره عطتنا واحد الهبه عباره عن البسه مستعمله تم ايصالها للمناطق المتضرره والجبليه، وكان تجاوب دولي من خلال هذه المنظمه دايركتري اللي عطتنا سيارات اسعاف جوج وزدنا الثالثه، وكذلك مجموعه من التجهيزات الشبه الطبيه اللي تم توجيهها الاقليمي لكل من اقليم شيشاوه واقليم الحوز. والعمل ديالنا كان فقط وساطه من اجل مع هذه المنظمات مع مصالح وزاره الصحه محليا والسلطات المحليه. كنشكر وزاره الداخليه والساده العمال كاملين اللي تعاملنا معهم في هذه العمليه، لان كانت واحد الانسانيه واحد ديك تتويج سياسه القرب ولا ديك النظره الملكيه في سياسه القرب شفناها خلال الساده رجال السلطه من الساده العمال الساده الولاة بجميع الاقاليم اللي اشتغلنا معهم خلال هذه العمليه. وحنا اليوم كنحتفلوا اولا كنقولوا مر سنة على زلزال الحوز، وقلوبنا مع الناس ديال المغرب الشرقي اللي تضروا من الفيضانات، نتمناو نديروا معاهم حتى هما شي موقف انساني. هذه سيارة الاسعاف تنسيق مع السيد عامل عمالة اقليم شيشاوه، واللي بغى يوضعها راه اشارة جامعة الدويران بحكم ان عندها دواوير متفرقة وان عندها العيالات، يعني غادي توضع من اجل دعم المرأة القروية خصوصا ذاك النقل في حالة الولادة وفي حالة المستعجلات، ودعم المرأة القروية باش لان كتعرفوا صحة الأم والطفل من اولى الأولويات اللي خصنا نعتنيو بها خصوصا في المناطق النائية. وكيجي التتويج ديال هذه العملية الإحسان العمومي بتوزيع هذه السيارة الإسعاف وإعطائها كهبة لجماعة الدويران بإقليم شيشاوة، وبذلك تكون جمعية أمل سالة ختمات هذه العملية ديال الإحسان. نتمنى ما نقول لكم إلى موعد لاخر حق، ولكن ما كنبغيو الضرر لبناتنا، لذلك نتمنى أن بلادنا دائما في أمن وأمان، وإن شاء الله الله ينجينا الكوارث الطبيعية باش ما نتلاقاوش بحال هذا الوقت واش نقولوا راه كنعطيو شي حاجه. الله يحفظ بلادنا مالكا وشعبا، والله يحفظ ارضها وترابها وسماها وماها، ونبقاو ان شاء الله عايشين في امان وما نشوفوش شي حاجه اللي ضرنا في خوتنا فيما كانوا في المغرب. السلام عليكم ورحمه الله. اولا كنشكروا المنابر الاعلاميه اللي حضروا باش يديروا التغطيه الاعلاميه ديال التسليم ديال سيارات الاسعاف اللي غتستافد اولا معكم دريس بن جعانه نائب رئيس جامعه دويران المتواجده في النبوة الترابي ديال الاقليم شيشاوه. اليوم تسلمنا هذه سياره الاسعاف على اساس ان الجامعه عندنا من الجامعات المتضرره من زلزال الحوز ديال 8 سبتمبر 2023. هاد سيارة الإسعاف تعاوننا في فك العزلة خصوصا على النساء الحوامل في المناطق الجبلية اللي تضرات من الزلزال. وكنشكروا أولا كنشكروا السيد عامل إقليم شيشاوة اللي اقترح الجامعة على هاد اقترح جامعة دويران باش تستافد من هاد من هاد سيارة الإسعاف. وكما كنشكروا جمعية أمل سلا في شخص الرئيس ديالها سي يوسف الشفوعي ومعه جميع الأعضاء ديال الجمعية وجميع الشركاء ديال الجمعية. كما كنشكروا المنظمة الأمريكية ديريكت رولايف اللي سلمت هاد سيارة الإسعاف. وكما قلت لكم سيارة الإسعاف غتنفع الساكنة الجبلية خصوصا النساء الحوامل والأطفال، بحيث ان الجامعه كتوفر على مراكز صحيه شويه بعيده على الساكنه، وهذه سياره الاسعاف غتساهم في تخفيف عبء التنقل عن الساكنه. والسلام عليكم. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.